أما بنهاية صباحنا لليوم حنروح للفقرة النفسية ولكن بالنظرة الإنسانية. 1 تشرين هو اليوم العالمي للمسنين. اليوم نحن منعرف ومن خلال تجاربنا ومن خلال أهلينا أنه ومن أولى بالعامية أنه الأب الأم الجدة وقت اللي بيكبر الشخص بيرجع طفل. هذا الطفل مثل نحن ما بنقدم له الرعاية النفسية الجسدية بمرحلة الطفولة، أيضا هذا الشخص بمرحلة خلينا نقول المسنين الشيخوخة ليلى تحس أنه هو رجع الطفل. بتقولي وبنعرف أنه رجعت طفلة كأنه صحيح. رجعت تتحسس أكثر، صار بدها دعم معاملة أكثر خاصة. نفسية أكثر. فاليوم بهذا اليوم يعني تشكر اللي وضع هذا اليوم لحتى نحن ننتبه أنه نحن اليوم بحاجة لنقدم هذا الدعم أكثر للمسنين ونعرف شو هي حقوق النفسية والجسدية. اليوم رح نخص الجانب النفسي اليوم ونشوف الطب النفسي شو رأيه بهذا الموضوع. وضيفنا لليوم هو الدكتور أنس الدالي، أخصائي بالطب النفسي. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم يا ميت. كيفك؟ يا أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيكم. يعني غالبا بكل بيت دكتور في مسن وأكيد هنون البركة ببيوتنا، قديش مهم نهتم بصحتهم النفسية ونأمن لهم بيئة نفسية جيدة؟ تماما، ما هو بالوضع الطبيعي وقت نحن نقول مسن هي يعني مرحلة تطورية طبيعية، يعني لسه ما عم نحكي عن شيء مرضي أو شيء صار فيه خلل. مرحلة المسن، مرحلة الشيخوخة هي بالوضع الطبيعي إلى خصوصية من عدة اتجاهات. أولا نحن عم نحكي عن جسم عم بتراجع تلقائيا، الوظائف الجسمانية ما عم تكون كما يجب. عم نحكي عن شخص حتى اجتماعيا وربما مهنيا نوعا ما قد يكون وصل لمرحلة التقاعد أو عدم الإنتاج المهني بما فيه الكفاية. المرحلة العمرية أيضا واحدة من مميزاتها أنه الشخص يعني هو يشعر بأنه قارب النهاية من عدة مؤشرات، مو بس العداد العمري أو العداد الزمني. دائما هو عم بيفقد أقرانه، يمكن كل يوم كل فترة عم بيفقد حدا يعني تماما من أقرانه بالعمر الزمني، حدا من أصدقائه، أحيانا شريكه. فهي المرحلة إلها احتياجات دائما جسمانية، إلها احتياجات نفسية دائما مخصصة، لأنه الشخص دائما الحالة النفسية والحالة السلوكية والحالة البدنية عم تكون مختلفة بشكل يعني متزايد. تماما، حتى بتتغير طباعه، بيصير تماماً. إنه هيك له ممكن يتدخل بشغلات زايدة عن اللزوم، ممكن يصير ممكن الأشخاص اللي معه من البيت أحيانا يتضايقوا أو لازم إنه يمكن يتعاملوا مع هذا الموضوع، يتقبلوا هذا الشيء. تماما، التغييرات السلوكية واحدة من أهم النقاط أو الأمور، قد تأتي بشكل طبيعي وقد أحيانا تزيد شدتها تشير إلى وجود شيء مرضي. ومثل ما نذكر بالمقدمة أنه أحيانا بيصير إلى حد ما طباع تشابه طباع الطفل. تعبير المسن عن الأمور يشابه أحيانا تعبير الطفل فعلا. صحيح. الطفل ما بيعبر بشكل مباشر عن شيء دائما يعني آزاء أو زعجه، خصوصا أنه مثلا اللغة ما بتكون اكتملت. المسن لا، هو قادر انه يعبر كلاميا، ممكن فقد لغته بمرحله تمام. ما ممكن فقد، ممكن خانه التعبير، ممكن ما بده يطلب بشكل مباشر احيانا تمام. فمنلاقي انه ترجمت لامور سلوكيه، ترجمت مثلا لاتهام للمحيط بانه ما عم بيهتموا فيه، ترجمت لتذمر دائم، ترجمت لاحيانا عزله، ترجمت لانه باستثاره المزاج صارت يعني متقاربه بالحد الادنى، اي شيء ممكن يخليه دائما يصل لمرحله التعصيب. منلاحظ مثلا احيانا بعض السلوكيات اللي فيها نوع من العناد، مثلا لنوع من التمسك بالراي. كثير يا دكتور، يعني تماما. هي بتحسها انه معاناه عامه مع كل مسن بعمر ما. وانت ذكرت اليوم حالات الفقد اللي بتكون حوالين هذا الشخص او احساسه بالاقتراب من الاجل الموت، هو لحاله ممكن يعمل له صحيح. حاله كآبه كثير ويروح للعدوانيه، يعني صحيح. بتحسه بتمسك، بنقول بالعميد كانه عم يتمسك بالحياه اكثر، يعني بحب الحياه اكثر. وبنرجع بنقول ببعض نقاط انه بتعامل كالطفل، انه اليوم ليش عم بتقلد الطفل. فهدول الحاجيات ممكن توصل للعناد مثل ما ذكر. صحيح. موجودين. احنا اليوم عم نحكي صور واقعيه من منازلنا، يعني وقت اللي بيكون المسن الموجود داخل المنزل شخص عنيد، يعني انا بعند على الاكل، بعند على الادويه، بعند على النوم، كيف اليوم قادر نتعامل معه بدون ما نجرحه؟ ونحن لازم نعرف اليوم نفسيا حساس جدا بيكون. تمام. هلا بالعموم دائما يعني وتصل لحد كثير كبير، نحن امام اما حاله طبيعيه واما حاله مرضيه وصلت لحاله مرضيه. يعني العناد هون ما بيجي بشكل مجرد او بشكل منفصل، بيكون مرافق لعده اعراض اخرى، مثلا التشكي دائم، مثلا ذكر فكره الموت بشكل دائم، العزله الشديده، اهمال النظافه، مثلا الافكار الاضطهاديه، بمعنى دائما بيشعر اللي حواليه انه انتم عم تنظروا الي كعبء.
ففي حال كان في مجموعة مرافقات أخرى، فنحن هون عم نتجه للشيء المرضي، أحيانا حالات اكتئاب، أحيانا حالات قلق، أحيانا إذا ترافقت مع نساوي شديدة ومستمرة بنكون مثلا بداية اضطراب الزهايمر مثلا. هلا في حالات أخرى دائما بنلاقي حالة العناد هي دائما ناجمة من حالة فراغ. في فراغ دائم، خصوصا بنلاقيه مثلا هي صارت بمرحلة ما بعد التقاعد أو ما بعد مثلا ترك الوظيفة أو العمل، ترك أفراد البيت مثلا، الأبناء كلهم سافروا أو الأبناء حاليا ما في أي حدا موجود بشكل دائم. فنلاحظ حالة الفراغ المستمرة، حالة الإحساس باللا قيمة، حالة إنه هو ما عم يحس حاله إنه منتج، أو ربما كانوا أشخاص يتواصلوا معه سابقاً بأغراض معينة بضمن وسط مهنته، ضمن طلبات معينة، كلهم هي الفئة خسرة ما حدا تواصل معه. فدائماً الإحساس بالفراغ المزمن بيعطي إحساس بعدم القيمة، فبصير الشخص دائماً بيروح مزاجه لحالة استسارة مفرطة. أي شيء، أي أمر، أي 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 قضية مهما كانت بسيطة ممكن تولد عنده أحياناً نوب غضب. أحياناً بنلاقي مثلاً إنه حتى العناد لأجل العناد، مو العناد لأجل إنه تمام. في بعض الحالات ممكن أحياناً العناد بيكون وراء شيء معين. مثلاً العناد تجاه الاستحمام، هو خايف مثلاً من إنه صحته ما تسعفه، أو خايف هو من إنه يصير في سقوط، أو خايف من كسر، أو خايف من شيء معين. طعام معين مثلاً ربما إنه يسبب له إزعاج، يشوف أشخاص مثلاً جدد بشكل مباشر دائماً بيخاف إنه تخونه الذاكرة قدامه، بيخاف إنه ما يستحضر تفاصيل قدامه. ففي بعض سلوكيات العناد إذا دورنا شوي ممكن نلاقي وراها شيء، في سبب غير مباشر عم بيكون إنه يمنعه بشيء معين. بس هون حالات العناد بتكون مرتبطة بطقوس معينة. في حالات عناد بتشيع أكثر بس ما بدون مرافقات مرضية، هون دائما بتكون مرتبطة بمرحلة زمنية إنه الشخص ما عم بيشتغل، ما عم بيعمل، ما عم بكذا. هون نحرص على الوسط الاجتماعي يكون دائما محيط، على إنه أشخاص مثلا يطلبوا مشورته بشكل دائم، إذا كان في بالإمكانية مثلا بشكل دوري إنه يخرج من المنزل، إنه مثلا يلاقي نمط معين من العمل لو كان خفيف. تمام، كلها ممكن تفيد. بالحالات المرضية هون بقى بدها مقاربة أخرى والنظر إذا في حاجة لعلاج. تمام دكتور، باعتبار عم نحكي عن الأمراض النفسية اللي بتصير بالمسنين، شو هي أشياء الأمراض النفسية اللي بتصيب المسنين، وهل في عمر معين يعني لهي الأمراض النفسية؟ تماما، نحن دائما المسنين، دائما هو تعريف المسن بصراحة شيء نسبي حتى بمنظمة الصحة العالمية. حلو كأبي دكتور. نعم. شيء نسبي، هل في عمر نقدر نقول إنه هو مسن أو لا؟ دائما في اختلاف، ولكن دائما بين 60 ل 65 سنة تجمع دائما معظم الفئات الصحية. حكيم يعني اليوم بعمر الستين يعني تلاقيهم شباب، يعني ما فينا اليوم نحن بزعلوا مننا اليوم ظبطت. هو موضوع هو بصراحة لا يمكن حسمه، لأنه أولا في بيكون تراجع جسماني، صحيح الصحة الجسدية مختلفة من شخص لآخر. أيام شخص بعمر 50 تكون صحته أضعف من شخص مثلا بعمر 65، فهو موضوع نسبي. قديش في أمراض مزمنة معنا، قديش معنا أمراض مثلا أوعية، أمراض ارتفاع توتر شرياني، سكري، هي كلها تلعب دور بالشيخوخة. النمط المهني، النمط الوظيفي كيف كان، رياضي ما نو رياضي، فهي أمور دائما تماما. هي أمور دائما يعني مختلفة. ولكن نحن كل ما بشكل عام كل ما نحن دائما نسبة الإصابة مثلا بالاضطرابات النفسية عند المسنين 15-20% دائما، ولكن كل ما تقدمنا بالعمر صارت النسبة أعلى. يعني شريحة 60 ل 65 بيكون أعلى من 65 ل 70. كل ما كان في تقدم بالعمر نحن دخلنا بطيف أوسع من الأمراض، الشخص صار معرض له ونسبة أعلى وشدات أعلى. أشياء الأمراض عند المسنين هو مرض الاكتئاب. فعلا مرض الاكتئاب هو من أشياء الأمراض عند المسنين، ممكن يتجاوز 25% أحيانا، وهي نسبة عالية 25%. ولكن طبيعية دكتور اليوم كمان يعني طبيعية، اليوم إنسان يعني عاش حياته بجوز أنجز كثير، كان على مستوى علمي، مستوى اجتماعي، وصل لعمر يمكن أولاده كل حدا صار ببيته، صحيح. صار عندهم اهتماماته، صار تقاعد، يعني كمان قدم أعطى اليوم كمية العطاء اللي قدمها ما لقى نتيجة، فطبيعي اليوم يكون هذا الاكتئاب. طيب وقت اللي بيفوت بهذا المود أو بموضوع الاكتئاب وبيتم توصيفه بشكل طبي إنه اليوم نحن عندنا حدا بحالة اكتئاب، اليوم شو طرق العلاج إن كان من الطبيب أو إن كان من الأشخاص الموجودين بالبيت؟ هلا طرق العلاج دائما بتختلف حسب شدة الأعراض. نحن عندنا طيف واسع من الأعراض المرتبطة دائما بالمزاج المنخفض، أحيانا نوب بكاء، أحيانا عزلة، أحيانا إهمال نظافة شخصية. دائما في خطوط حمراء، إذا وصلنا لمرحلة ذكر الموت أو التفكير بالموت أو محاولات الموت، فنحن دائما بحاجة لشيء دائما إسعافي، يعني شيء دوائي، أحيانا استشفاء بالمشفى.
اذا لقينا مثلا الاعراض ما وصلت لدرجه الموت بس في اهمال شديد للنظافه، اهمال شديد للذات. طبعا اهمال الذات هون بس مو مرتبط بالامور الشخصيه، هو يعني انه الشخص مثلا ما راح ياخذ ادويته، ادويه القلب، ادويه الضغط، وهذا شكل من اشكال خلينا نقول الايذاء الذات لو كان مو بقصد. هون عم نحكي اعراض دكتور مترافقه عمليه. تمام مترافقه. فتحديد العلاج دائما مرتبط بشده الاعراض، دائما العلاج في علاجات دوائيه وهي يلجا لها لانه نوعا ما هامش اللعب على العوامل الاجتماعيه والمهنيه هون محدود عنا دائما عنا. فالعلاج الدوائي مو لانه دائما الخط الاول، بس ممكن يعطي شويه راحه، ممكن يحسن الاعراض، وفي ادويه امنه جدا يعني ما لها مهدئات، هي ممكن انه تغطي كثير من الاعراض النفسيه. هلا في انواع من العلاجات الاخرى اللي هي بتاخذ منحى غير دوائي وما له نفسي بحت، يعني ما بيركز على العوامل المحيطه والعوامل الاجتماعيه، شيء بنسميه العلاج بالتحفيز المغناطيسي. هو نوع من العلاجات امن جدا عند المسنين، توجيه حقل مغناطيسي عبر مساري معينه، مده الجلسه ما بتتجاوز دقائق. تمام، ممكن باليه معينه تحفز الخلايا العصبيه. شو بتعمل ايجابيا؟ ايجابيا بتعدل المزاج بشكل واضح، يعني بتخلي انه دائما الاكتئاب ببلش بحاله بسيطه، مثلا بفكره، بحدث معين، بيطور دائما حاله اشترار افكار، بعدين بيصير المزاج داون على طول، يعني داون بيجي لفترات اول شيء، بعدين بصير نمط التفكير بالوضع الطبيعي هو داون 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 دائما، بلش الافكار واستحضار الافكار تماما. فهو بياثر على استقلاب الخلايا العصبيه، بياثر على التواصل بين الخلايا العصبيه، بيرجع بيعمل مثل ريفريش يعني او اعاده تنشيط، فبتصير الخليه العصبيه بحد الاعلى من التواصل، الحد الاعلى بالارتباط بين بعضها، فبتاثر على الدافعيه والنشاط. هلا في نمط من العلاجات الثالث هو دائما ما بيكون متاح، بس شيء بنسميه العلاج الانتربيرسونال او بسموه البين شخصي، يعني التركيز عند المسن على الوسط الاجتماعي المحيط. دائما مثلا جمعه مع حدا من اقرانه، دائما تسوي المرحله العمريه المتوافقه، دائما بيصير فيها نوع من طرح المشاكل او المقارنه بالمشاكل، فممكن يلاقي حالات انه في حالات مثلي انا معينه، ماني انا الوحيد، ممكن تكون أسوأ. تمام، التركيز على الحاله الاجتماعيه بشكل عام، انه الشخص هو حاسس حاله انه مهمل، فدائما مثلا التركيز على نشاطات معينه، دائما الرفاهيه يمكن مو متاحه لهي الامور. جلسات معينه باشخاص معينين بيحبهم تكون دائما موجوده بشكل دوري، تواتر وبشكل دوري، حتى التركيز على مواضيع معينه بيحبها، يعني هو نمط من العلاج ما انه بس انه خطوات عامه، هو بيكون بشكل مدروس، بشكل مبرمج، بالتنسيق مع الاهل، مين الاشخاص اللي حيكونوا موجودين، شو السيارة اللي ممكن نفتحها، شو مثلا الجو، الاكلات، حتى الاكله ممكن تعمل له هاي الساعه، شو النشاط اللي ممكن يفضله، شو الجو اللي ممكن يحبه، فهو بيصير بشكل مبرمج ومجدول مع شويه توصيات عامه بالتخاطب مع هذا المسن، بتشمل مثلا انه انا بالحديث ما احاول افتح مواضيع عامه كثير، بدها كثير تركيز وانتباه واستحضار تفاصيل، لا احاول الاسئله تكون مغلقه، اجوبتها بسيطه، اتفهم انه انا احيانا قد تخونه الذاكره، فانا احاول انتقل لموضوع ثاني. المسن مثلا ممكن يحتاج لمساعده جسديه، فانا ما بفرض حالي عليه، بحاول اطلب الاذن منه وبحاول ورجيه انه الجسم له خصوصيه، هي كلها عوامل ممكن كثير تاثر بنظره المسن لنفسه. تمام. طب دكتور، هيك بختام فقرتنا، يعني خلينا بنصائح اخيره منك، اكيد المسن له احتياجات نفسيه كثير وذكرناها، لكن في اشخاص يعني خلينا نكون واقعيين ممكن ما يقدروا يتعاملوا مع هذا المسن بالبيت، او يمكن يتدمروا وقت هو بتتغير طباعه او بفوت بحاله اكتئاب او بيكون له احتياجات خاصه، هيك نصائح منك للتعامل مع المسن. تمام. هلا اول شيء بشكل عام مو غلط المقاربه النفسيه لاي حاله عند المسن، لانه قد تكون هي اولا مشكله منفصله ما بتشير اضطراب، وقد تكون بتشير لاضطراب، وقد تكون بداية لاضطراب، فمقاربة المشكلة دائما عند مختص ما نغلط أو من باب طلب المشورة. النقطة الثانية، دائما نحن بالوضع الطبيعي مثل ما قلنا بدنا نراعي أنه هذا المسن دخل بهالمرحلة، تمام، فبيتم التركيز على بعض الأمور، يعني مثلا هل في شيء طرأ، في نقطة كثير مهمة، هل في شيء طرأ بالحياة لما هي مشكلة عم تتزايد خلاص بشكل تلقائي دون مسبب واضح، او دون مثلا حدث معين فرضه، مثلا ترك حدا من الابناء، خساره عمل، اي خساره معينه، او خساره صديق، لانه كثير احيانا كمان في نقطه من الطقوس او الحالات السلوكيه اللي بتجي بتكون مرتبطه بحاله الحداد. فنحن اللي قصدته من الحديث كله انه دائما نحن نحدد البدايه والمسبب، هل في مسبب ارتبطت فيه هي السلوكيات لحتى نعرف قديش ممكن تستمر. النقطة الثالثة دائما هي النصائح العامة، دائما عدم تعطيل المسن، يعني بالحد الأدنى الحرص على نشاط معين، الحرص على عمل مهني لو معين، الحرص على وسط اجتماعي لو بالحد الأدنى، الحرص على شيء ترفيهي يومي، لا ننطر لحتى تصير الأمور، لأنه هو عامل خطورة بالوضع الطبيعي، فعدم التعطيل، الحرص على شيء مهني معين، شيء من النشاط، هي لحالها عوامل وقاية كثير 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 أساسية. نقطة رابعة،
الامراض المزمنه يجب متابعتها، لانه الامراض المزمنه بالوضع الطبيعي يعني ممكن نقص الترويه او تاثر القلب او حاله سكري مزمن تعمل خلل وعائي فبتعمل ترويه بالدماغ، فبالتالي بصير انا عرضه لكل الاضطرابات هي اللي ذكرتها، اكتئاب، نساوه، تركيز، اضطراب سلوكي. فالاهتمام بالصحه البدنيه دائما شيء اساسي. شكرا دكتور أنس لوجودك اليوم. دائما نحن بنقول انه للاسف بالواقع وبعض الحالات يعني شفنا اليوم كيف كان الأب والأم عبء على الأولاد. خلونا نتذكر دائما كم العطاء اللي مرق بسنين حياتهم، قد ايه اعطونا من الحب من الاهتمام. اليوم نحن واجبنا نكون جنبهم، يعني مو لانه هن نحن عم نرد جميله، بالعكس يعني اليوم هذا واجب اي حدا فينا. للاسف الحالات اللي عم نشوفها كثير صعبه عم تكون بالواقع. ودائما دكتور في موضوع التنمر، يعني دائما وقت بيكون خاصه مريض الزهايمر، يعني بجوز فئه من الناس بروحوا لا يضحكوا انه يرجع لي الكلمه او شو قلت. يعني اليوم هذا الشخص حتى لو ما انه متذكر بس هو عم بيحس، هو عم بيشوف اليوم نظره الشخص اللي مقابله. فخلونا هيك نعطي من هي المحبه اللي اعطونا اياها بصغرنا. وشكرا دكتور انس لك. يعطيكم الف عافيه. شكرا كثير. يعطيك الف عافيه دكتور.